رابع هندسة، ايه سر قفزات الذهب الغير طبيعية؟ يعني نسبة تضخم الذهب وصلت لأكثر من 70%، انت متخيل رقم؟ دي قفزة غير طبيعية. واللي متابع أسعار الذهب كان بيلاحظ ظاهرة غريبة جدا بتحدث ليها، وهي الدولار يطلع في السوق السوداء الذهب يقفز، الدولار ينزل في السوق السوداء الذهب يقفز. طيب الذهب يغلى بره الذهب يغلى هنا، طب الذهب رخص بره الذهب يغلى هنا، طب ما حدش عايز يشتري الذهب اصلا في مقاطعه للذهب الذهب يغلى هنا، طب واحد بيهرش الذهب يغلى هنا، طب واحد دخل الحمام مرتين ورا بعض الذهب يغلى هنا، طب هنام هسيبه في حاله مش هيعمل حاجه مش هقرب له الذهب يغلى هنا. الله، ليه الذهب بيقفز قفزات غريبه كده مش متناسبه حتى مع قفزات الدولار؟ وليه التضخم 70%؟ ده اكبر تضخم لكل السلع اللي في مصر، ده المفروض يعني 40%. طبعا الرقم ده متوسط، يعني الحكومه تيجي تقول لك التضخم بتاعنا 40% ده متوسط بين السلع، بين مجموعه سلع كده، يجيبوا تضخم البيض على اللبن على الفراخ البانيه على الزيت على السكر على الكلام ده، مش كله 40%، لا ده زاد 300 ده زاد 10 ده زاد 20 ده زاد 200، ياخدوا الافريج من السلع دي كلها يقوم قايل لك 40%. عشان بس اللي بيسمعني يجي يقول لي يا باشمهندس ازاي يعني كرتونه البيض هندسه بقت 140 بقت 150، عشان تبقى فاهم يعني ايه تضخم على اساس سنوي او التضخم اللي بتعلن عنه الحكومه. خلاص، فاشمعنى بقى كل السلع بتزيد النسب القريبه من بعض دي والذهب لوحده فعلا بيزيد 70%؟ بص يا شباب، خبراء الاقتصاد علمونا ان سعر الذهب لما بيجي يتسعر في مصر بيعتمد على ثلاث عوامل رئيسيه. العامل الاول وده مشترك في كل السلع وهو العرض والطلب. كل ما كانت كميه الذهب اللي عندك في مصر قليله وحجم الطلب عليها كبير جدا وخصوصا في المواسم والاعياد عشان الناس اللي بتتجوز وبتتخطب، ثمن الذهب ايه؟ يزيد. طيب الذهب كتر في مصر والطلب قل عليه، فالذهب يبدا يرخص او يستقر، ما بيرخصش قوي يعني، بيرخص سنه بسيط او يستقر، ده العامل الاول. العامل الثاني سعره عالميا، سعر الذهب عالميا لو زاد وخليت العرض والطلب ثابت ما بيتحركش برضه هيزيد، ليه؟ عشان هو زاد عالميا. طيب العامل الثالث هو ايه؟ بص بقى، لو انت ثبتت العامل الاول اللي هو العرض والطلب وثبتت العامل الثاني اللي هو سعره عالميا، سعره ثابت عالميا، العامل الثالث وهو سعر الدولار عندك في مصر بكام؟ لان انا لما احب استورد ذهب من بره بستورده بالجنيه ولا بالدولار؟ بالدولار. فكل ما قيمه عملتي تقل قصاد الدولار، الدولار اللي ب 15 بقى ب 30 بقى ب 50، تكلفه الذهب اللي انا مستورده من بره وببيعه في مصر بتزيد زيه زي اي سلعه مستورده. حلو قوي. طيب احنا اكتر بقى عاملين كمؤثرين على سعر الذهب الفتره اللي فاتت ايه في مصر مع ان الذهب بيرخص بره؟ هو عامل الدولار وعامل العرض والطلب. عامل الدولار مفهوم، ليه العرض والطلب؟ لسببين، لان طبعا كل الناس في وقت الازمات بتبقى عايزه تحافظ على فلوسها، تقول لك دلوقتي انا لو فلوسي ورق جنيهات قيمتها تقل نعمل ايه؟ نقوم حولناها ذهب او نشتري عقارات، مخزن قيم، بنخزن قيمه فلوسنا في حاجه معينه. فاللي اصلا ما كانش مهتم بفكره الذهب ولا يعرف اسعار ولا جرامات ولا اوزان ولا سبائك ولا يحزنون، دخل غصب عنه في القصه دي مضطر ان هو يحافظ على ايه؟ على قيمه الفلوس اللي محوشها. والحركه دي تحديدا اتلعبت على مستوى الافراد وعلى مستوى شركات التطوير العقاري. ازاي؟ ده من احد تفسيرات قفزات الذهب اللي كانت بتطلع بشكل غريب ومريب وغير مفهوم. رجال الاعمال يا شباب ممكن ما يكونوش ضالعين قوي في الاقتصاد والتضخم بقى ومش التضخم والكلام ده كله، فبيستعينوا بيه خبراء اقتصاديين كاستشاريين بيستشيروهم. فرجل اعمال مثلا قرر ان هو يعمل طرح لكومباوند جديد هو داخل فيه بقيمه معينه، والكومباوند ده كتكلفه واقف عليه حاليا بمليار جنيه. خلاص كده؟ طيب يبدا يعمل ايه؟ يبدا يعمل لانش، يعلن عن هذا الكومباوند. جميل، فالناس تبدا تدفع المقدمات بتاعت الوحدات. حلو، هو لو خد فلوس المقدمات دي وثبتها كده كاش زي ما هي وبدا يبني، ايه اللي هيحصل؟ مع بقى التعويم والتقلبات ورفع اسعار السلع والخدمات والكلام ده كله، قيمه الفلوس اللي لماها دي هتقل وتكلفه البناء عليه تزيد. فيقوم ممايل على الخبير الاقتصادي يقول له اعمل ايه؟ يقول له خد الفلوس المقدمات دي وحولها لذهب، اشتري بيها ذهب. ولك بقى ان تتخيل، يعني هترك لك الخيال، مطور عقاري معاه ملايين هيحولها كلها لذهب. اخبار العرض والطلب بقى على الذهب في سوق مصر ايه؟ انا مش داخل اشتري سبيكة 10 جرام واطلع على قد حالي، لا، انا رجل اعمال وعايز احول فلوسي او جزء كبير منها ليه؟ لده. فطبعا حدث طلب غير طبيعي او غير اعتيادي على الذهب، وبالتالي ادى الذهب لايه؟ للقفزات اللي انتوا شايفينها دي. حلو، طيب هو دلوقتي حول فلوسه ذهب، يعمل ايه بقى؟ يقول لك لما يجي ميعاد التنفيذ وابدا عمليه التنفيذ هقوم مسيل الذهب اللي معايا ده احول له فلوس ابدا ابني. هتقول لي هندسه ماشي، ما هو الذهب بيزيد بس في نفس الوقت السلع ايه؟
بتزيد والحديد بيزيد والاسمنت بيزيد وكل مستلزمات البناء بتزيد، ولكن مش بنفس النسبه. وهضرب لك مثال، هفرض ان متوسط التضخم بتاع مواد البناء كان في حدود 40%، طب تضخم الذهب كام؟ 70%. فمواد البناء نط 40% والذهب نط 70%، الفرق بقى 30% ده راح فين؟ الزياده دي راحت فين؟ راحت في جيب رجل الاعمال ده. بمعنى ادق، انا لو تكلفه تنفيذ هذا الكومباوند 1,000,000 جنيه، اقوم شارب 1,000,000 جنيه ذهب، حلو، لما زاد 70% هقوم انا مسائل الذهب ده هيديني كام؟ 1,700,000,000، صح؟ طيب تكلفه المواد البناء زادت كام؟ 40%، يعني بدل ما الكومباوند كلفني 1,000,000,000 هيكلفني 1,400,000,000. يبقى انا الذهب اللي زاد ده هبيعه واسيله واخد 1,700,000,000، اصرف منها 1,400,000,000 على الكومباوند بعد ما مواد البناء غليت، وانا اضرب 300,000,000 في جيبي. وده مش سر يعني، ده حدث بالفعل ومعلن والناس كلها عارفاه. فكل واحد في ظل هذه الازمه من الاخر كان بيامن نفسه وبيحاول يطلع باقل خسائر ممكنه واكبر مكسب ممكن.